مرحبا، اسمي رحمة. اسمي إياد. أنا رشا. اسمي أحمد. أنس. طالبة بجامعة الزرقاء الخاصة، تخصصي تكنولوجيا إنترنت، سنة رابعة. انضميت لجمعية تحت شجرة الزيتون في سنة 2013. اللي عجبني بجمعية تحت شجرة الزيتون مش إنها بس تعمل دورات تدريبية اللي بتنمي وبتقوي شخصية الفرد، إلا أنها كمان بتقوم على العمل التطوعي. بدرس هندسة ميكانيك بالجامعة الهاشمية، سنة رابعة. انضميت قبل سنتين لبرنامج الجمعية. البرنامج فادني من عدة جوانب أكاديمية وتدريبية وتطوعية. طالبة في الجامعة الهاشمية، أنا استفدت كتير من الجمعية، أخذت دورات كتير خصوصاً في مهارات الاتصال، استفدت منها كيف أعمل برزنتيشن، وكوني أنا بدرس مع المنصف يعني بستفيد منها تحدى الخوف قدام إنه أطلع وأشرح أي درس أو قدام أي طلاب. بدرس هندسة مساحة سنة ثالثة، انضميت للجمعية وأنا سنة أولى. كنت بفكر إنه حياتي غير تبلش بعد ما أخلص جامعة وتخرج، بس أنا من يوم ما انضميت للجمعية ابتدت حياتي من خلال التدريبات اللي بتقدمها الشركة وخلال الطوعات اللي نشارك فيها. تخصصي هندسة مدنية بالجامعة الأردنية سنة ثانية، انضميت للجمعية وأنا بالسنة الأولى إلي بالجامعة. من أول انضمامي للجمعية وعدد طلابنا عم بيزيد فصل عن فصل. بالجمعية بنلتقي كل شهر بدورة مختلفة بمواضيع مختلفة عن الشهر اللي قبله. الجمعية عم بتأمن لنا كل شهر على الأقل من مرة إلى مرتين عمل تطوعي في مواضيع مختلفة بنكتسب منها خبرات جديدة. احنا جمعية بدأت قبل 5 سنين وكان الهدف منها هي تمكين المجتمع المحلي، انه احنا هذا هو اساس من الاسس اللي احنا ماشيين عليها بالجمعية. في عنا طلاب متميزين من الطلاب الشاطرين بمجالاتهم حابين ندعمهم اليوم، احنا ندعمهم صرنا فترة لغاية ما يتخرجوا من الجامعة. اليوم عنا 38 طالب، ان شاء الله في 5 طلاب حيتخرجوا الفصل هذا، كل فصل في عنا طلاب تخرجوا. الفكرة من الجمعية كمان أو من البرنامج التعليمي تاعنا إنه نقدر نحضر الشباب والصبايا إنه كيف يواجهوا الحياة العملية ويقدروا يبنوا سيرة ذاتية كويسة. هذا كتير مهم عشان يمكنهم إنه يقدروا يشتغلوا ويدخلوا سوق العمل في الأردن أو خارج الأردن، ياخذوا خبرة عملية خلال فترة دراستهم وتكون هي عادة خلال فصل الصيف. فإحنا نتمنى إن أنتوا تقدروا تساعدونا اليوم وتساعدونا إنهم يتخرجوا، إنه نجاحهم هو برضو جزء من نجاح الوطن. فتابعونا وتقدروا تتبرعوا على تحت شجرة الزيتون، الموقع الإلكتروني UnderMyOliveTree.com.